السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو سميتك؟ هياني فتيحة. هياني فتيحة. ساكنة ديال أي ساكنة ديال الحية. كنتي كتقولي كتكون على المعاناة هذا البلاصة كتبان لها هي فاسقة. ماشي غير فاسقة، حنا راه واكلين الطاقة من الداخل فراش مجموع. الداخل يصور. والميديسي طالق لينا تصور لدرجة أنا وبنتي مرضت هي بالطريقة الحساسية، والله ما نكذب عليك، بالميديسي ديال الدار خاصني ليا كل شهر 2400 ريال. دابا ملي كنمشي نديها لشي مدينه اخرى ما كتوقفش ليا. ملي شفت المشكل قالت لي الطبيبه واش عندك شي ميديسي في الدار او شي حاجه شي حاجه. ملي جيت نشوف لقيت بان الدريه مرضت ليا بسبب هذا المشكل. وتعالى معايا تشوف اختناق ديال اختناق ديال شي بحال شي من الهواء. قلت ما تحطش لا ما بقاش اللي جيتو عندنا. راه كان في جوج من الفوق اللي منايا. عايزه تصور هادشي. انا ما كرهتش يوصل لتسيدنا ان شاء الله. ما نكتبش كنت غنصيمه وانا لا نجي ولا نصبحوا. ما السكنه ما هي والو. علاش هذا العيشه من عام؟ عفوا ليا. عايزه كلشي انا ميديتي ديال الله كاع. انا كنعس انا وبنتي. قسمت لك فمي بالله. الا كنعس انا وبنتي دابا بنتي مرضت ليا. كتشد ليا ازماتيك ندير السبيطار في الليل على الشاشه. دابا انا مجوجه ومطلقه وعندي بنت عندها 11 عام مرضت ليا بهذا المشكل. دابا كاين عند باها كتمشي للبحر كتعوم ما لايطات حتى شي حاجه. هادشي هادشي هذا كله ما كله وكيجي لا من الرئيس لا من كلشي. انا ما كنخاف حتى من واحد وما كنعصرت حتى واحد. من عصار بالله والوطن وعاش الملك. كلهم كذابين في البلديه. هادي نقول لك انا ما كنخاف من حتى شي واحد. كنخاف من الله كنهضر على حقي. كيجي هنا كيصيفطوا دريات كيداو يصوروا ويكتبوا عليهم. وعرفوا الناس اميين هنا ما كيقراوش فهمتيني. ماشي شي واحد فاهم كتجي. انا ما جبرتهاش كون جبرتها ما نخليهاش تدخل. نقول لك ماشي عضوه ما حتى شي حاجه والو. كتجي كتهز التليفون كتبدا تصور حاجاك في الزبل. غنصاوب لكم وغادي لكم حتى من الرئيس كلشي كدير مشي معاك البلديه. ويلا تصبنا حنا ما كنمشيوش البلديه يحكموا عليا باش ما بغا. شحال من خطا حنا كنمشيو. داز عبد الناصر داز شحال من فلان وفلان وفلان. ولا عاد يسمع فيا. هذا روكار ديال 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 هنا. من المفروض ان هذا كيدوز الواد الحار ديال هاد الساكنه هادي هنا باش يكون كيدوز. ملي كنشوفوا الصبيب ديالو ولا الديبي ديالو ولا داك الجهاد باش غادي راه ما قيم تحت دار. ماشي غاتطلع غنشوف. يعني هذا ناس يعني لا قيم تحت دار. وهذا عنده تفسير واحد هي ان الماء ما كيوصلش هنا. اذا كيدخل تحت الديور التسربات كما كيقولوا نيت الساكنه. حتى انت مع الساكنه شريف. واش سميتك شريف؟ انا عبد الطيب. السي قندير عبد الطيب. اشنو اللي غتقدر تقول على هذا الواد الحار؟ نقول على هذا من 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 2000 هما كيقولوا لنا اعاده الهيكله. اعاده الهيكله وحنا الديور الصينيين كيرشاو الديور الصينيين كيتحشوا من تحت. يعني اكثر من 17 عام وكينوروا. كيقول لك اعاده ماشي كينعود كيجي ويعبروا وكيعبروا وكيعبروا وداك الشيء اللي كيعبروا هما كيبينوش كيعبروا كيمشيو بحال هكا. ويزيدوا بحال هكا زيد. اذا هادو راه ماشي يلاه جاو وماشي مع الربيع العربي. لا 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 نحن من عهد الحسن الثاني. رحنا الله يرحمه حنا من عهد الحسن. كبرنا هنا كبرنا هنا زدنا هنا كبرنا هنا هنا وكبرنا هنا كبرنا هنا 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 وكبرنا هنا. هنا الهضره ديال يبداو يقولوا لا عشوائي ما ماتش عشوائي. ما كاينش عشوائي. احنا راه بيض في بلادنا في ديورنا الارض ديالنا. الواد الحار اذا ماشي جاو داخل في تراما ولا انا راه 28 عام 28 عام كنهضر معاك انا زياده وخلوق هنا ولا واد الحار ولا شي حاجه. سميتك نجاح بشعيب. سي نجاح بشعيب شحال من عام وانت هنا؟ جي 40 عام قطعت راسي هنا. زيد هنا 40 عام. جي 40 عام دابا كنسمع هاد الهضره ما كاين حتى حاجه. انا غادي 38 عام. اذا ها هما الساكنه حسب اللي بان لنا نقولوها بصراحه. هاد الناس هما كيسمعوا مولفين كنخرجوا لشي مناطق ولا شي احياء كنلقاو الناس كيجيو يدربوا ورا الكاميرا ما كيبغيوش يبانوا. هاد الناس لاحظنا بانهم يعني ما كنديروش شي حاجه. خاطر نقولوا بان واصله اليوم هنا. لا الله ينتصر. ما بقاوش قادرين يزيدوا. حنا الملك ديالنا. حنا ماشي ما ضد حتى واحد. حنا بغينا اصلاح صافي. حنا ما ضد حتى واحد. حنا بغينا اصلاح. حنا ما نضربوش على واش كامل ملي كيجي معايا 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 كيجيو كيديروا لنا الرعاه نشوف حالها. السي رئيس المجلس حاشدين لنا لنا. عاش الملك عاش الملك عامل عاش الملك. انتم كنصر سيدنا عاش الملك. نتمنوا بانه الناس كنعرفوا حتى واحد كنعرفوا الله على الوطن الملك صافي. لا ما نشجعتوش
الحشومه كاع حنايا يعني هاد الناس هاد الناس راه ماشي بحال ماشي ما كيقولوا لك حنا ماشي ضد الملك ولا ضد هادو ما هاسين ما هاسين رايات ديال شي حد اخر ما كيهددوا شعارات خايبه كيقول لك عاش الملك امن حقهم حنا كنطالبوا بطريقه سلميه حضاريه كنتمنى الميساج يوصل وهذوك الناس يجيو يعطيهم حقهم هذوك الناس اللي كيعطونا وعود وجيبوا ولادهم يعيشوا هنا يعيشوا هنا وماشي مرضوا بالملاريا ماشي مرضوا بالملاريا والله الا قدر برك فيها راجل راجل ما يقدرش يدوز من هنا والله تفتحوا الدوله نعطي فراش جديد وكل شيء وين بات عالي لهنا ويمشي بحال هكا اذا من هنا كيبان عندنا جمله واحده غادي نقولوها باش غنختموا هانتوما شفتوا رئيس مجلس بلدي سيد الباشا سيد العامل راه هنا هادشي هادشي كما كنقولوا غا من برا اما من الداخل ما خافيك انا اعظم وبزاف ديال الديور عندهم هاد المشاكل ونظرا باش ما نطولوش عليكم الفيديو السيد العامل والسيد الباشا والسيد رئيس المجلس كتابينا غير بهادشي ما عندكمش الوقت الله يحسن العوان برك تشوفوا غير هادشي شي شويه بحال هكا في انتظار غتشوفوا بزاف الوقفات الاحتجاجيه اللي قرروا هاد الناس انهم غاديين يديروهم وراه من حقهم يعني هاد الناس هادو زعما اش غادي نقول لك اللي كتهضر معاه كتلقاه حابس بكير سنان كيقول لك اودي حنا ما بقى فينا ما يصبر وغنخرجوا للاحتجاج ودابا الديور ملي غيريبوا غيقول لك لا حق البني عشوائي وتلبي الديور ما كاينش بني عشوائي ما كاين والو راه عندك حتى 30 عام عندنا راه بلادنا راه الارض ديالنا هذه راه ماشي كاينش عشوائي هذا غنزيد لك واحد النقطه هنا هو سيدنا كيخاف شي دار لا تريب شي عائله ياك وهما حنا عندنا الدار لا لعبت بحال الدبان عندهم الدنيا هذه راه كاينه